استكمالا لعمليات تحرير المناطق الغربية لمدينة الفلوجة، تمكن الجيش العراقي خلال عملية عسكرية واسعة النطاق من تحرير منطقتي جفة الأولى والثانية والقرية العصرية بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الذي تكبد خلالها خسائر كبيرة. في الساعة 600 باشرت القطاعات بالهجوم وتحرير وتطهير المنطقة الجفة الأولى والجفة الثانية والمنطقة العصرية وصولا إلى ضفاف نهر الفرات، وتم تطهير وتأمين الطريق الرابط بين مركز الرمادي إلى عامرية الفلوجة. عملية تحرير هذه المناطق والقرى جاءت بعد فتح منافذ آمنة تم خلالها إخلاء أكثر من 1000 شخص بينهم نساء وأطفال كانوا محاصرين داخل هذه المناطق في ظل الهجمات الانتحارية التي شنها تنظيم داعش والعوائق التي وضعها من عبوات ناسفة وعمليات القنص. تم نقل النازحين من المنطقة المحررة إلى عامرية الفلوجة وتسليمهم للجنة بأمان تكفلت بها استخبارات فرقة المشاة الآلية الثامنة، وتم نقلهم بأمان وتسليمهم إلى اللجنة. معالجة عن طريق عبوات. العوائق اللي قاعد تواجهنا حاليا هي عبوات ناسفة أو قناص. كمواجهة فعلية ماكو. وبالتزامن مع التأكيدات التي أعطتها القيادات العسكرية بأن اليومين المقبلين ستشهد تحرير الفلوجة بالكامل، تتواصل القطاعات العسكرية بالتقدم نحو مركز المدينة من جهتها الأربعة وتضييق الخناق على المسلحين الذين باتوا منكسرين ويعانون الانهيارات الكبيرة في ظل الانتصارات التي تحققها عليهم القوات المشتركة.